Jungle. كثير من الناس بتعاني بعد وجبة الإفطار الثقيلة طبعا، ارتجاع معدي مريئي من خلال الاستفراغ الغير عمد وحرقة بالفؤاد وألام بالجهاز الهضمي. الحل بسيط جدا، انه انا بدال ما اكل وجبة دسمة انه انا اقسم الوجبات من الإفطار حتى السحور لخمس وجبات، تكون عبارة عن وجبات خفيفة وغنية بالخضروات وبالشربات، وأيضا ركز على تناول اللبن والابتعاد قدر الإمكان عن الحليب. وأيضا أنه إحنا بعد الإفطار ما ننامش، نعدل حالنا أثناء النوم، نحط مخدتين فوق بعض حتى ما يرجع السائل من المعدة إلى المريء، وبإمكاننا نشرب الشومر والنعناع.